يقول السائل: هناك أمور وخوارق للعادة يفعلها بعض الناس وهم يدعون أنهم أولياء لله، فكيف أفرق وأميز بين أولياء الله وبين من يدعي ذلك بإعانة الشيطان له؟ يا أخي، فيه كتاب لابن القيم اسمه الفرقان، ما هو لابن القيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان اللي تجري على يده خارقة للعادة. انظر إلى عمله، إن كان من أهل الخير وأهل الدين فهذه كرامة، هذه كرامة، إن كان من أهل الشر فهذه خارق شيطاني لا يغتر بها. نعم.